kita buat nanti coba lagi coba apa nanti dikunci المتأمل لسيرة الجبهة سيد الشعر لذلك الاندفاع المبكر نحو الفنون التشكيلية، وقد لاحظت من خلال قراءة سيرته أنه بدأ رساما وشاعرا ثم انتقل في مطار لكتابة الروايات، لكن أيضا ملاحظ جدا أن ابن 28 الذي وصل إلى بغداد عام 48 كان يحمل طاقة غير عادية في مجال الرؤى الجديدة للفن والأدب، ولذلك يعتبره كثير من الأدباء أنه المحرك الفعلي لمسيرة الحداثة في العراق التي بالتالي انعكست على العالم العربي. هذه المختارات حقيقة أعدت على عجل، وأن كنت حرصت كثيرا ألا ينعكس هذا التعجل على مستواها، وكان المفترض أن يقوم بإعدادها عدد يعني أحد الأصدقاء المقال القريبين من جبرة أو من له علاقة بالفن التشكيلي، ولكن للأسف ربما كانت الفترة قليلة جدا حيث اعتبر أكثر من ناقد صديق، وكان يجب أن يقدم هذا الكتاب في المؤتمر العالمي حول جبرة كان جبرة الذي كان من المؤتمر المعقد في مدينة بيت لحم في أواسط هذا الشهر، إلا أن الظروف الحالية حالة هذه المختارات تغطي كتابات جبرة منذ عام 1950 حتى عام 1993، و يلاحظ فعلا فيها انها ان كتابات جبهه كانت وان كانت بدات في البدايه انطلاقا من النظريه، لانه يبدو حين وصل بغداد كان يضع في ذهنه مشروعا كبيرا يبحث عن ارضا وفنانين يحتضنونه بشكل او باخر، ولذلك بدا ناقدا بدأ بالكتابة النظرية الأولى، وقد لاحظ أنه بدأ بالكتابة حول السريالية بشكل خاص، ويبدو أن جبرة يعني حين بدأ بالكتابة عن السريالية كان يرى فيها ذلك الطموح المجنون الذي يشكل أرضا أخرى وأفقا آخر للفن والأدب العربي. ولذلك أحبت روحات السريالية الأبطال أكثر مما مال هو نفسه إلى السريالية وتبناها مدرسة فنية. ثم بعد أن بدأت هذه الدراسات أو هذا النشر هذا الوعي أجاز لنا أن نقول ذلك، رغم اعتقادي الشديد أن الأرض العربية كانت حبلى تماما بطموح التغيير وبأجنة التغيير في كل شيء، وكان جبرة أحد الذين ساهموا في الولادة الكبرى أكثر مما يمكن أن يقال أنه لولا وصول جبرة إلى هناك لكان تأخر مثلا هذه الولادة بعد ذلك بدأ جبرة فعلا يكتب عن الفنانين من أصدقائه، وقد لاحظت أيضا أن معظم دراسات جبرة هي دراسات نامية
بمعنى انه يكتب عن كمان ما في مثلا عام 55 وتكتشف انه حين يكتب عنه في عام 65 تكتشف ان الدراسه تنمو عن نفس الفنان بنمو هذا الفنان. ولذلك يعني ربما يعني حاله جبر هي حاله نادره للغايه، لانه يعني واكب الولادات وواكب اختراعها ونموها درجه بعد درجه الى ان اصبحت ما هي عليه اليوم في العراق وفي اماكن اخرى. كما يلاحظ فعلا دائما ذلك الحب الذي كان يؤذيه جبر تجاه الفنانين الشباب والادباء الشباب، بحيث يعني يمكن القول ان جبر كان نموذجا نادرا اذا ما قورنا باي مبدع عربي في مسلم كبير في نظرته للادباء الشباب وفي نظرته للفنانين الشباب ايضا. واعتقد ان جبر الذي اشترك لاول مره في معرض عام 1950 في بغداد بسبع لوحات، بمعنى ان اول ظهور لجبر في بغداد كان ظهورا فنيا ولم يكن ظهورا ادبيا، لان روايته الاولى صراخ في ليل طويل صدرت عام 55 في بغداد، بمعنى كان اول كتاب ادبي يظهر له، وتلا ذلك عام 56 بعرب وقصص اخرى قصص، وفي عام 59 ديوانه تموز في المدينه، وعام 60 الحريه والطوفان. والحقيقه ان يعني تسلسل ازدراج جبر ايضا امر ملفت، لانه يعني اصدر روايات ثم قصه مجموعه قصصيه ثم شاعر ثم نقد. واظن ان يعني بين الكتاب العرب وربما العالميين لم يصدف ان نشر كاتب كتبا بهذا التنوع في بداية حياته، فالطبيعي ان يعني ينشر روايه ويعززها بروايه اخرى، لا هي الى القصه ثم الى الشعر ثم الى النقد. ويبدو انه اخر النقد بشكل او باخر، لانه في اعتقادي كان يثق بما يقدمه، وكان فاعلا يعني نقده فاعلا في الحياه الثقافيه بصوره يعني حتى لو تجاوز عام 60 فذلك يعني لا يضره كثيرا. هذا الكتاب نشرته دارا بالتعاون مع المؤسسه العربيه للدراسات والنشر، وهو احد الاصدارات التي سيعقبها محور الشعر العربي الذي شارك فيه 11 شاعر من العالم العربي، ثم محور القصه الذي شارك فيه ايضا 11 قص من العالم العربي. واضافه الى الكتاب اعتقد انه سيكون مهما للغايه حول تقريبا اكثر من 50 فنان اردني، يضم شهادات 20 منهم ودراسات تحليلية لحوالي 30 فنانا. أرحب بكم وأشكركم جدا لحضوركم، ويسعدنا المدرسة يعني أن نقدم لكم هذا الموضوع الجديد. شكراً أملاً يعني أن ينال الإعجاب. شكراً جزيلاً. مطروح صح.
Thank you.